غائرة الحقيقة وجهت إلى صميم وقلب المجتمع المصري في الآونة الأخيرة من خلال مجموعة من الحوادث المتلاحقة فيما يعرف بالاحتقان أو الفتنة الطائفية، على الرغم من أنه التاريخ بيذكر لأبناء هذا الوطن مسلمين ومسيحيين أن هم عاشوا في حالة ولا أعظم من التسامح والتعاون والتكافل على مر التاريخ. يا ترى هل العيش المشترك في أزمة أو في امتحان أو في ابتلاء، وأسباب هذه الأزمة اللي بنعيشها إيه، وكيف يكون التعايش في الإسلام؟ في كلمة حق. أرحب بضيوفي الكرام فضيلة مفتي ديار المصرية الأستاذ الدكتور علي جمعة. برحب بفضيلتك فندم. أهلا وسهلا. دائما نشكركم على تلبية الدعوة. محامي الكبير والقانوني القدير الأستاذ رجائي عطية. أهلا بك أستاذ رجائي. سعداء بوجودك معنا. وأنا أسعد. معنا الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد حماية إمام وخطيب مسجد السلطان حسن. أهلا بكم. مرحبا أحمد. أهلا بحضرتك. ونبدأ بفضيلة مفتي ديار المصرية الأستاذ الدكتور علي جمعة. التعايش كلمة نسمعها كثيرا وندعو إلى أن يكون هناك تعايش دائما، يعني ما هو مفهوم التعايش في الإسلام فضلتك، وكيف دعا الإسلام إلى التعايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللغة العربية عبقرية، ومن أوزانها التفاعل، والتفاعل يكون من جهتين. فعندما نقول تفاعل يعني هناك أمران كل منهما أثر في الآخر وتفاعل معه، تعامل، هناك اثنان كل منهما عامل الآخر، ولا نستعمل هذا الوزن للدلالة على طرف واحد. تعايش فلا بد أن هناك طرفين، وأن كل طرف قد عاش مع الآخر. نعم. هذا الوزن العبقري أو هذه جزالة اللغة الجزالة والعبقرية في الوزن بتذهب بنا إلى تعريف هذا التعايش. إذن لابد من أطراف متعددة، على الأقل طرفين، يكون الأمر في طرفين على الأقل، على الأقل أو ثلاثة أو أربعة يحدث هذا التعايش. ثانيا الأمر مرده إلى العيش، والعيش معناه الحياة. نعم. عاش يعيش فهو عايش. نعم. فالأمر مرده إلى أن نعيش، ونعيش يعني نحيا. إذن تعايش معناها أن سير الحياة يسير بين أطراف مختلفة وأقلها اثنان، وأن هناك تفاعل تعامل، وأن هناك حياة سائرة مع احتفاظ كل واحد من الطرفين بأنه طرف مستقل، وإلا لم يكن هناك تعايش، ولم يكن هناك اختلاف، ولم يكن هناك إلا الأحادية. نحن قد أمرنا أن نتعايش لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون على أطراف، ولم يخلق الكون على طرف واحد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب ولذلك خلقه. والمفسرون لهم في كلمة ولذلك لهم مذهبان، مذهب يقول ولذلك الاختلاف خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وبليغ مراده في هذه الأكوان، وحتى يكون هناك دفع لبعض الناس. نعم. لبعض حدث هذا الاختلاف. سنة، يعني أراد المشروع سنة على كونية إلهية خلقها الله سبحانه وتعالى ولذلك خلقه. وده اللي بيفسر الآية اللي بتقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم. يبقى إذن وهنا عبر ليس بالقتال وليس بالحرب التي قد يفسر بها بعضهم. نعم. كما هو في التفسير، لكن هنا الدفع، والدفع سنة إلهية.
يتدافع بعض الناس في هذه الحياة مع بعض ولذلك يجب أن يختلفوا. هذا خلق الله، هذا مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الحياة الدنيا. إذن فالتعايش هذه يعني زي ما يكون مراد الله، إذن فالاعتراض عليه أصلا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. التعايش يقتضي أن المختلفين أو المختلفين قد كان في مكان واحد. فهل عرف الإسلام ذلك؟ عرف الإسلام من بدايته ذلك عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، وصدع فبلغ فكان هو في واد وكل المشركين في واد آخر، فنشأت هذه الثنائية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ومدى حياته في مكة علمنا كيف نتعايش. نموذج التعايش في مكة نموذج بديع يحتاج إليه المسلم حتى يعيش في كل الأوساط عبر القرون، لأن له في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن له نموذج ومثال، لأن له نموذجا ومثالا فيما فعله النبي يستطيع أن يكرره هو في حياته عندما يعيش في وسط أناس يكرهون الإسلام ويحاربون الإسلام ويعملون على القضاء على الإسلام. هذه حالة النبي وحالة أصحابه في مكة مع المشركين، وظل هكذا يعطينا المثال. نموذج آخر تراه للتعايش في الحبشة عندما مل المسلمون من أذية المشركين، أذن لهم النبي بالذهاب إلى الحبشة فذهبوا. فماذا كان؟ دولة غير مسلمة وأناس كانوا غير مسلمين، لكنهم لا يحاربون الإسلام بل يحبون هذا الوافد الجديد ويرعونه وتحت الحماية يعترفون بهم. اعبدوا الله كما شئتم لكن نحن نختلف معكم. فعاش المسلمون في هذا الجو الآخر غير جو مكة بنموذج آخر نسميه نموذج الحبشة، تعايش. عرف المسلمون هذا عندما ذهبوا إلى المدينة مهاجرين، فآمن بعض الأوس والخزرج ولم يؤمن بعضهم، فأصبحت المدينة تشتمل على المسلم واليهودي والمشرك. آمن بعضهم في الظاهر ولم يؤمن في الباطن، فأصبحت تشتمل على المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع لهم صحيفة المدينة للتعايش في هذا، حتى ما حدث ما حدث في تاريخ المدينة، وآلت المدينة إلى الإسلام المطلق وآلت مكة إلى الإسلام المطلق، فأصبح المسلم يعيش في بلاد ليس فيها إلا المسلم، ومع ذلك فهو يتعايش مع غيره من الخارج. من لما يرسل النبي الرسل والرسائل للآفاق يتعامل مع غير المسلم، فما زال التعايش باقيا ولكن انتقل من الدائرة الصغرى إلى الدائرة الكبرى. هذا ومعنى التعايش. نعم فضلتك، بالتأكيد سنستطلع رأيكم في أمور عدة، لكن أنتقل إلى الأستاذ رجائي عطية. لكم كتابات عدة أستاذ رجائي خاصة التاريخية، يعني أود أن أستطلع رأي حضرتك فيما يتعلق بكيف حافظ هذا الوطن على وحدته وتعايشه عبر التاريخ. ما يجي نتأمل في حكاية التعايش، واجب ان احنا نبص الاول التعايش بين الدول وحنلاقيه محكوم بقوانين لازم نتأمل فيها، والتعايش داخل المجتمع الواحد. في التعايش بين الدول دعنا نقر بانه الدول ككل لا تزال محكومة بقانون الغابة، يعني دول الكبار دول القوى العظمى تأتي دائما على الكيانات الأصغر وعلى الدول الأصغر إلى آخره. ولا يزال رغم كل المحاولات التي بذلت في الإنسانية، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، المواثيق الدولية إلى آخر، كل هذه المنظومات التي يتم بها محاولة رأب الصدع في المجتمع الدولي، إلا أنه لا يزال محكوم بقدرة القوي
على الضعيف، انما داخل المجتمع والنماذج كثيره تمام انما داخل المجتمع الواحد، وده اللي يعنينا النهارده. صحيح، مهم جدا على سنن الاختلاف التي تحدث فيها فضيله المفتي ان احنا نبقى فاهمين انه داخل هذا المجتمع الذي فيه نعيش امر بديهي ان يكون هناك المسلم وان يكون هناك المسيحي وان يكون هناك اليهودي وان كانوا قد باتوا قله الان، وان يكون هناك بهائيه، وان يكون هناك من يضمر في نفسه عدم الايمان بدين من الاديان. داخل هذا المجتمع فيه الغني والفقير، فيه العالم والجاهل، فيه القوي والضعيف، فيه صاحب النفوذ وفيه من لا شوكة له. هذا التنوع الذي يفرز هذا الاختلاف، هل الإنسان عنده قدرة بالفهم والعقل على أن يتعامل مع هذه الاختلافات وهذه التنوعات واختلاف الرغبات والمطالب وما ينشده كل نوع من هذه الأنواع وكل شخص، الجماعة والفرد؟ هل الفرد في خدمة الجماعة ولا الجماعة تكفل الفرد؟ هذه مسائل كلها مطروحة، وهي لا يمكن أن تمضي في سنن الحياة إلا إذا اقتنع كل فرد داخل المجتمع أنه للكل، أنه للكل للكل. ولو ما فهمش كده يبقى هيتحول المجتمع الإنساني إلى غابة. وأنا دائما بستشهد على حكاية الواحد للكل دي بقصة أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح ليه قصص عديدة جدا لافتة للنظر في كيف كان أبو عبيدة للكل، بمعنى أنه ذاته توارت وكان كل همه للمجموع، وله قصص كثيرة تروى. يعني من القصص التي تروى موقفه في سقيفة بني ساعدة، يوم أن بدأ عمر بن الخطاب وقال له أمدد يدك أبايعك، فقال له ما رأيت لك فهاتا قبلها قط، أتبايعني وفينا ثانية أثنين إذ هما في الغار؟ أنت بتبايعني وأبو بكر موجود، واحد بيعرض عليه الخلافة ويأباها ويقول له لا ما تمشيش. في موقف ليه في غزوة ذات السلاسل لما أرسل على رأس عدد من المهاجرين وفيهم كبار المهاجرين وصورات المهاجرين مدد في ذات السلاسل، وكان اللي موجود أصلا عمرو بن العاص، وطبعا أبو عبيدة من العشرة المبشرين بالجنة وأسبقوا إسلاما وإلى آخره. فطبعا كل المهاجرين اللي رايحين مدد مع أو تحت قيادة أبي عبيدة، الرغبة كلها لديهم أنه يتولى القيادة أبو عبيدة بن الجراح، ولكن عمرو بن العاص صمم على أنه تبقى له القيادة. وحدث خلف شديد في الآراء، وإذ بأبي عبيدة هو اللي يقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرني لا تختلف وتطاوع، وأنت إن عصيتني أنا طاوعتك، وترك له الإمامة. خد موقف ثالث وهو في غزوة اليرموك، وخالد ابن الوليد يقود المعركة ويحقق فيها انتصارات، فتأتي أو يأتي كتاب من عمر بن الخطاب يفيده بأن أبا بكر قد توفي إلى رحمة الله، وأنه قد آلت إليه القيادة أو إمارة المسلمين، ويأمره بأن يعزل خالد، فيوم ينسى ذاته ويخبي الرسالة ويترك خالد يقود المعركة. ما هو ده صورة من صور التعايش، إن الواحد للكل، ما هياش المسألة كل واحد ينكفئ على ذاته واللي هو عاوزه وبس، أنا وطفان وترك خالد إلى أن أنجز النصر. ولما أعلمه قال له الله سامحك الله يا أبا عبيدة، يعني لما أخفيت هذا عني؟ قال له قال له لم أشأ أن أكسر عليك حربك، ما الدنيا نريد ولا للدنيا نسعى. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه وارد، أنا مسلم، أنا بدين بالإسلام، فلان مسيحي أمر طبيعي أن يدين بالمسيحية. صحيح، كل واحد وما يعتقده، كل واحد وما يراه، ولكن المسألة هي قدرة الإنسانية على أن تفرز من داخل الفرد ما يتواءم فيه مع المجموع، ليتعايش الجميع أفراد وجماعات في إطار قائم على التآلف والتساند والتكافل والتعاون والتفاهم، ومع حتى الاختلاف نعرف ان في حاجة اسمها ادب الاختلاف، ونسمع ان في حاجة اسمها ادب الحوار. صحيح، وانه مش معنى انني مختلف معك وانك مختلف معي ان نتحول الى ديكة، نتصارع ونتقاتل، ويبقى مؤدى هذا ان احنا بنجر المجتمع كله برمته الى أن تسلك إلى قوانين الغابة، إن كان يجوز أن تطلق على الغابات أن لها قوانين.
شكرا جزيلا استاذ رجاء. الحقيقه يعني بعد هذه النماذج فضيله الشيخ احمد اللي قدمها لنا اجملها لنا فضيله مفتي الديار المصريه وايضا بعض الامثله اللي ساقها الاستاذ رجاء عطيه، هل ترى انه العيش المشترك او التعايش في هذا العصر الحالي في خطر او رؤيتك ليه فضيله الشيخ؟ والله انا يمكن ليا رؤيه يعني متاثره شويه بتجاربي الشخصيه كانسان ازهري. نعم. وخرجت في بيت علم، في نفس الوقت قضيت فتره مش قصيره من حياتي في الغرب وعشت في المانيا وتكلمت لغتهم وفهمت مجتمعاتهم، فلقيت امامي فرصه للمقارنه بين التعايش هنا والتعايش عند الاخرين. كويس قوي. قدرت انظر لحاله التعايش اللي احنا عايشين فيها دي بنظره يمكن مختلفه شويه عن الانسان اللي هو عاش في التجربه بس ما شافها من جوه بس ما شافهاش من بره. صحيح. فاللي انا عاوز اقوله ان الحقيقه ان تجربه التعايش السلمي ده الموجود في مجتمعاتنا في المجتمعات الاسلاميه عموما ومصر هي نموذج منير لهذا التعايش. هذه التجربه تجربه فريده. نعم. وتجربه ناجحه وتجربه لم تتكرر في مكان اخر من العالم خارج العالم الاسلامي. هذه الحضاره الاسلاميه افرزت نوع من التعايش الناجح الصادق الحقيقي. طيب الوقت طبعا هذا التعايش في حاجات مشوشة عليه انا اراها مش حقيقية، مش حقيقية بمعنى انها مش متأصلة في التشويش على التعايش، دي ظروف معينة لاحداث طارئة يمكن تجاوزها. لكن انا عاوز ادي حضرتك مثال بسيط، احنا ما ننساش ان احنا هنا في مصر بقالنا اكتر من 14 قرن عايشين مع بعض في سلام اجتماعي حقيقي. الكنائس طول عمرها هنا المسيحيين بيصلوا فيها محدش تعرض لها، بل ان نمط التعايش ده وصل في درجة سماحة ان الدولة الاسلامية يوم ما كانت لها القيادة والشريعة الاسلامية كانت هي مصدر كانت مطبقة عمليا لم نفرض القوانين الاسلامية على إخواننا المسيحيين اللي عايشين معنا. نعم. دي تجربة لا وجود لها في مكان آخر من العالم، إنك تكون أنت القوي مش أنت الضعيف، أنت القوي تقول له شوف أنا مش هفرض عليك قوانين أنت تخالف دينك. وطول التاريخ وإخواننا المسيحيين بيعيشوا في الأحوال الشخصية بقوانين مستمدة من دينهم مش مستمدة من الشريعة الإسلامية. نعم. فرأينا أن في العصور الوسطى في الوقت الذي تمت عمليات إبادة فيه لكل المخالفين دينيا، كل منطقة كان بيحكمها تيار معين. صحيح. كنسي معين كان بيضطهد الآخر. في هذه المدة وجدنا العالم الإسلامي خصوصا مصر كان هو المكان الآمن. الإنسان قدر يجيله. جالنا كثير من اليهود من الأندلس ومن أوروبا وجالنا كثير من المسيحيين الذين قدروا يعيشوا هنا الواحد منهم قدر يعيش كإنسان لقى مكان يحترم فيه دينه وعقيدته. عارف حضرتك الآن إحنا في هذا القرن الجديد الذي نحن فيه القرن 21 وإحنا شايفين نفسنا يعني منحدرين حضاريا وفي نفس الوقت إحنا منبهرين بالحضارة الغربية وكذا. عارف حضرتك حتى في هذه اللحظة في كلمة حق لازم نقولها، إن حتى الآن ما زالت تجربتنا في التعايش تجربة فريدة. إحنا عندنا داخليا تقبل الآخر. أنا كمسلم أما أشوف مسيحي مع جنبي رايح الكنيسة رايح الجامعة ما بيصبنيش حالة اكتئاب ولا انزعاج ولا بقول ايه ده ومش ايه ده اطلاقا بتقبل الاخر. انا كنت مره ما في بعض الايام كنت بنزل بالزي ده في شوارع المانيا كانت كنت بتشوف العجب العجاب بنظرات الناس ولحد ما لقيت في مره بداوا ناس هيهاجموني سواء بكلام وانفعال فاضطريت امشي يعني زي عادي ما يخلي. فاحنا عندنا هنا ثقافه فعلا حقيقيه في تقبل الاخر وتقبل تقبل وجوده وتقبل العيش معه. اما الحاصل الان تقييمك ليه يا فضيله الشيخ احمد شايفه ازاي؟ ايوه من وجهه نظر الاسلام. ايوه انا اقول لحضرتك اللي انا الحاصل الان ده في مصر وفي مشاكل موجوده. انا شايف ان المشكله هي في اساسها من بقايا النظام الماضي. في احنا عشنا مده طويله في مصر لم يكن للقانون فيها الكلمه العليا، بمعنى كان كل واحد يقول لك اخد حقي بدراعي. وهي الفكرة دي في جزء منها يعني بلطجة عنف ولكن تخفي وراءها ان الانسان ده محبط شاعر ان مش هيقدر ياخد حقه بالمحكمة.
شاعر انه يروح يكافح سنوات عند في المحاكم وفي الاخر يطلع له حكم هزيل بعد ما يكون انفق وقته وفلوسه. فالمشاكل اللي احنا فيها دي سببها ان كان في نظام بيدير البلد بيدير القضايا الجنائيه بعقليه سياسيه، كل حاجه كل مشكله كانت عندنا كانت بتدار باسلوب بعقليه امنيه وسياسيه مش بعقليه جنائيه، ولهذا فشلت المصالحة الفلسطينية، ولهذا وجدت هذه المشاكل، لأن ما كناش بنتعامل كدولة قانون، ما كانش الإنسان بيعرف ياخد حقه. فكما هو موجود في جميع نواحي الحياة عندنا الفكرة دي ما زالت قائمة، الناس كل واحد بيحس الظلم بيروح ياخد حقه بإيديه، موجودة أيضا في علاقة الفئات اللي هي تكون المجتمع المصري بتاعنا المتآلف ده. العلاقة دي معرضة للاهتزاز الآن بسبب ضعف القانون، بل أنا أقول غياب القانون. إن ليه ما نتعاملش وبنلاقي كثير من الناس حتى بنية حسنة، وأنا أعتقد أن أكثرهم حتى بنية حسنة، كل ما يحصل مشكلة بين مسيحيين ومسلمين بيحاولوا يقولوا لا ده ما فيش مشكلة خالص، بل أحيانا يحاولوا يكتموا عليها وكذا، ونقول ده إحنا حاجة واحدة وإحنا كذا، وإحنا فعلا حاجة واحدة، بس إحنا كده ما حلناش المشكلة. أنا أعتقد إن إحنا في وضع خطر، إحنا لازم نتعامل مع المشكلة بموضوعية وواقعية. أما نلاقي إن يعني بعض الفئات الموجودة في المجتمع بتقول دي في حالة قتل، هنا قتل واحدة وابنها عشان مش، وفي حالة اختطاف وحالة كذا، دي قضايا جنائية المفروض القانون الجهات تتحرك فورا بغير تأخير، وما فيش حد له حصانة فوق القانون، كلنا هنا مصريين مسيحيين ومسلمين نخضع لسلطة القانون. بالتأكيد كان في العصر السابق في مجاملات سواء لأغراض سياسية أو لأغراض دينية أو لأغراض عرقية، مفيش، المفروض الكلام ده الآن نخرج من المرحلة دي، اللي هيحل مشاكلنا دي إن ما نعملش زي النعامة ونحط رأسنا في الأرض ونقول مفيش مشكلة، لا نشوف إيه الادعاءات. ما واحد يدعي إن في واحد اتخطف، بيدعي ممكن صادق ممكن كاذب، لازم القضاء يفصل في الموضوع ويحقق فيه فورا بلا تأخير. اما نلاقي بيحصل ده، واحد تروح تقتل والتاني يروح يضرب نار والنيابة تقول ده ضرب من كيس ولا ضرب مش عارف ايه، والتالتين واحد يموت والتاني يروح حيحرق الكنيسة، ولا كأننا في مقدشيو، يعني شيء عجيب غريب، تقول فين القانون؟ لان هي دي المكان اللي كان كل فئه لا يعني قصدي حرب اهليه يعني مرت في بعض المراحل كان كل في واحد معاه سلاحه بياخد حقه في دراعه بشكل ما. فاحنا هنا الموضع اصبح، انا اعتقد ان حل مشكلتنا دي لن يكون يعني بالكلام تبويس اللحى زي ما بنقول، بالظبط بالكلام الناعم بيقعد يتقال واحنا حاجه واحده واخوات، احنا صح حاجه واحده واخوات، ده معروف، ده مش محتاج نبينه اصلا، مش محتاج، احنا في مشكله. المشكله دي على فكره مش دائما دينيه، يعني مشاكل بين الاقباط والمسلمين ليست كلها دينيه، ده في احامد كلها خلفيات اجتماعيه، لا خلفيات اعراف الصعيد وتار وكذا، سواء ده كان مسيحي اللي عملها ولا مسلم كان هيتقتل هيتقتل. فمش يمكن الاعلام يعني مش من المناسب يمكن هذه المشاكل، اول حاجه ندخلش على الاعلام طبقا للقانون، يبقى الاعلام من ناحيه ما ضخمش الامور، الناحيه الثانيه القضاء لازم يتحرك باقصى سرعه، لازم خلال 24 ساعه يكون الناس سمعوا حاجه مقنعه وحسوا انه في حقهم هيرجع. وموضوع عموما القانون ده موضوع مهم جدا، وسياده دوله القانون هنتعرض له بالتفصيل ربما في حلقه قادمه فضيله الشيخ احمد، لكن انا هاخد يعني من فضيلتك هذا الملمح وأطرح على فضيلة مفتي ديار المصرية، والحقيقة وكان لي مجموعة من الآراء في هذه المشكلة اللي احنا بصددها الآن، الفتنة الحادثة في مصر يعني كانت أكثر وضوحا وصراحة أن الأمة في خطر، أن هذه الفتنة داخلية، أنه لابد من حل جذري لها. يعني كيف تقيم التعايش في مصر الآن في ظل مجموعة الفتن المتلاحقة خلال الشهور القليلة الماضية فضيلة المفتي، خاصة التي عقبت ثورة يناير، والتعامل معها سواء إعلاميا قانونيا من الجهات الرسمية في الدولة، فضلتك شايف هذا الأمر إزاي؟ مصر لها ثقل سواء في الحضارة أو سواء في العدد، نعم، أو سواء في المكان أو سواء في المكانة، نعم. ولذلك قضية أنه علامة فارقة في التاريخ تغير كل شيء هذا ليس صحيح. مصر في حالة احتقان طائفي منذ أكثر من 40 سنة. نعم. إذن ثورة 25 يناير بريئة من هذا،
بالتأكيد. ثورة 25 يناير عندما جاءت طالبت بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنهاء الفساد والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الموارد بصورة عادلة، إنهاء البطالة، إنهاء كلها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاولة لبناء مصر جديدة من أجل أن تشارك في الحضارة العالمية، كل هذا أمور مشروعة. إذن فأنا عندما أنظر إلى المئة يوم هذه أو أكثر في من الثورة إلى الآن، لا ده احنا بنبحث عن 31 ديسمبر في كنيسة القديسين، هناك انفجار، كيف هذا؟ ببحث على ما حدث في سول وما حدث في إمبابة، ما حدث، إذن هناك احتقان. بالتأكيد. هذا الاحتقان هو داخلي. هناك فرق كبير ما بين إنشاء الاحتقان واستغلال الاحتقان. ما تجيش تقول لي بقى الخارج بينشئ هذا. الخارج غير قادر أصلا على أن ينشئ هذا. بالتأكيد. ده علشان ينشئه ده عايز ينفق مليارات، والموضوع ياخد وقت كمان، ولكن ده احنا اللي بنشئه وبنديه على طبق من ذهب للآخر حتى يستغله، المناخ مواتي زي ما وبننشئ نحن هذا المناخ ببلاش. يعني هذه هي الفتنة وهذا هو الأسية، هذه مأساة. الخارج في القناة الثانية الإسرائيلية جاب واحد مسؤول فبيقولوا له هتعمل ايه في العصر الجديد ومصر متوجهة هكذا وكأنها يعني فيها شيء حوالين المصالح الإسرائيلية وقضايا التطبيع، والناس رفضة هذا وابتدوا يصرحوا بهذا الرفض. فتبسم وقال البركة في الفتنة الطائفية، ومر عليها. البركة في الفتنة الطائفية مش معناه ان هو اللي عامل الفتنة الطائفية، هو ليس له هذا الشرف، انما البركة في الفتنة الطائفية لانه سوف يستغل الفتنة الطائفية لصالحه وسوف يشعل النار ويرمي عليها الزيت حتى تزداد اشتعالا، وسوف يرتب هذا. البركة في الفتنة الطائفية، إذا نحن في خطورة داهمة لأن المرض استمر لمدة 40 صحيح. إذا وصلنا إلى الزمان كما يقولون، يعني بمعنى المرض المزمن، لابد علينا أن نتصارح. يقول سيدنا عمر أفيضوا بينكم مجالسكم واجلسوا معا فإن ذلك أألف لقلوبكم وأهيب لكم عند عدوكم. يلا نجلس مع بعض، يلا نتصارح ونحاول أن نترجم ما نتفق عليه وما يخرج من مشكلات في صورة إعلام، في صورة مناهج تربية وتعليم، في صورة قوانين أيضا. إذن فنحن نحتاج إلى الجلوس معا وإلى المصارحة وإلى كشف المدارية. في البلد عندنا يقولوا إيه؟ المدارية تكسر المحرات. المدارية تكسر من الحجر المداري تحت الأرض، يكسر نصل المحرات، فلما يكون ظاهر حتى لو لم أستطع أن أرفعه وأزيله أحاول أن أتفاداه. وكذلك إذا ما عرفنا مشاكلنا بالتفصيل وعلنا من غير وجود هذا الاحتقان الذي لا معنى له ولا طعم ولا لون، نستطيع أن نتفاداه. إذا لم نستطيع أن نحله، نستطيع أن نتعامل معه ونقلل من آثاره ونلتف حوله ونحيط به حتى ينتهي ويزول، ولكن نستطيع أن نتقي هذه الفتن التي هي بداية حرب أهلية. صحيح. نتخيل كده معا أن حربا أهلية والعياذ بالله تعالى قامت عندنا. طب ما قامت في لبنان وجلست نحو 15 سنة وبدأنا من المربع الأول، ما هي بدأت في الصومال ودمرت الدنيا، ما هي استمرت في السودان 50 سنة وفي النهاية حدث الانفصال، ما هو حدث ما نراه الآن من دماء بريئة تقع على أرض العراق أو أفغانستان أو غيرها، ما هو حدث هذا في رواندا وبروندي وكذا إلى آخر. أي حرب أهلية أدت إلى الخير؟
ليس هناك حرب أهلية أدت إلى الخير. إذن فيجب علينا أن نعي هذا وأن نكون عقلاء جميعا، نخاطب المسلمين ونخاطب المسيحيين. لكن المشكلة أن التعصب أصبح ثقافة سائدة، أدي دي مصيبة بتمنع من وصول صوتي هذا إلى الناس، أن التعصب أصبح في طائفة من المصريين مسلمين ومسيحيين هو الثقافة السائدة، كل حد عنده رأي متمسك بيه ولا يريد أن يسمع، ويمنع السمع، يعني بيكون حائلا بيني وبين سمعه وحائلا بيني وبين قلبه، مش راضي الكلام يوصل إلى قلبي، يقول لي ماليش دعوة في كل ده، البنت دي أسلمت ودول خطفوها وبعدين ضربوا علينا نار، فلازم علينا أن احنا نموت حرارة ونقتل ونعمل وكذا إلى آخره. هذا ليس عقلا وهذا ليس تصرف نبوي. فما التصرف النبوي في مثل هذه الحالة؟ فضل نعم فضل. واحد بيسألني النهار بيقول لي يعني نعمل ايه؟ يعني نسيبهم يضربون على أفانا يعني؟ يعني نخليها كده؟ قلت له لا، ده انت لازم تروح تشكي إلى النيابة وتترك النيابة تقوم بواجبها. هيا بنا نذهب إلى رسول الله، ويأتيه خباب بن أردت ويقول يا رسول الله استعرض بنا هذا الوادي وإحنا نخليها لك دم. فتمعر وجهه غضب سيدنا النبي، يعني الكلام ده يغضب النبي، عارفين يعني ايه يغضب النبي؟ يزعله، هيغضب ربنا، اللي انتوا بتعملوه ده هيغضب ربنا، سوء التصرف هذا يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فتمعر وجهه غضب وقال ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة، الضعينة يعني المسافرة، من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وإن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه لا يصده هذا عن دين الله شيئا. طب والتعذيب ده كله والإهانة دي والموت ما كانش يخليه يتحرك ويمسك حاجة يضرب بها اللي قدامه اللي بينشره ده؟ صحيح. إذن النبي عليه السلام قال لنا لا، التعايش ده قبل كل شيء فرض. احنا النهاردة في مصر دي الأغلبية مسلم، وأغلبية يعني كبيرة ساحقة. نعم. طيب يبقى وجب عليها شرعا، وجب عليها شرعا، وجب عليها شرعا، يعني من عند الله ورسوله مش من عند أي حاجة تانية. تفضل يا دكتور. وجب عليها شرعا حماية المسيحيين، حماية تامة، حماية الأقليات في بلد مسلم هو واجب شرعي، واجب شرعي يجب عليه على هؤلاء المسلمين شرعا، حماية إخوانهم المسيحيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد آذاني، يعني لو مديت ايدي كده عليه يبقى كأني بضرب النبي. يا خبر ربي، ايه ده كلام اللي يقعد بس قدامه يعقله ويسمعه، ويعقله ويسمعه. ولذلك تجد اهل التعصب بيفسدوا عقول الناس باشياء تانية، يقول لك لا دول مش اهل ذمة، ده هم بيقولوا حتى ان احنا مش اهل ذمة. تعرف ذمة دي يعني ايه؟ يعني انزلت منزلة نفسي، تقول ده انا قدمت الذمة المالية بتاعتي، ذمتي يعني نفسي، يعني نحن لا نسب المسيحيين عندما يقول البعض انهم اهل ذمة. ده اهل ذمة دي معناه ان هو انا الناس مش فاهمين، ده هو معناته انه انا نزلت محل نفسي فأدافع عن عرضه كما أدافع عن عرضي، وعن ماله كما أدافع عن مالي، وعن نفسي كما أدافع عن نفسي. إذن يا جماعة المسيحيين دول لازم نحميهم عندنا هنا، وإلا فقد آذينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ما استحملش أن أنا أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي من رضي وغضب من غضب انحرف بذهنه عن رسول الله من انحرف، لكن هو الكلام ده هو الحق، وده الناس دي لازم نحميها. بلاش تأويلات بقى وبلاش كده. يبقى إذن أول حاجة نفيض مجالسنا بنا
نتكلم نطرح بصراحة. لذلك المبادرة الجميلة الحلوة اللي عملها فضيلة الإمام الأكبر واستجاب إليها البابا شنودة واجتمعوا في بيت العائلة. بيت العائلة ده عليه مسؤولية كبيرة جدا في تفتيح الأمور في الكلام، لأنه أيضا يضم كل الطوائف المسيحية، البروتستانت والأساق الأسقفية والكاثوليك وكذا إلى آخره. يلا ده وطننا، ويجب علينا أن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فأدي القرآن وأدي السنة وأدي فعل النبي، ما عرفش بقى الفتنة دي تبقى ما هيش جاية من الطرف ده، تبقى جاية من عصبية جاهلية، صح. تبقى جاية من تخلف، تبقى جاية من جهل. ولذلك لابد أن نسد موارد الفتنة. بشكر فضلتك على هذه الأطروحات فضلت الدكتور علي جمعة، وسيتوقف في فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال معنى التعايش في الإسلام والعيش المشترك أيضا في هذا الوقت. استشار جاي عطية، يعني كيف تنظر إلى هذه الأزمة التي يعيشها الوطن؟ أنا حبدأ من النقطة التي قال فيها فضيلة المفتي أن الأسماع مغلقة والقلوب مغلقة وحزيد عليها والعقول والأفهام مغلقة، وأنه فيه اشتباه في كل ما يقال. وأنا عاوز طبعا عاوز أخش في جدر المشكلة عشان نفهم ليه إحنا من 40 سنة حسب التقدير اللي قاله فضيلة المفتي نحن في حالة احتقام مستمر، وليه إحنا في الأيام الأخيرة زاد هذا الاحتقام. أنا عندي وأنا معني بهذه القضية من أكثر من 10 سنوات، صحيح، وأكتب فيها باستمرار. عندي إن إحنا عندنا مشكلة نقص التعليم، وإنه زاد عليها وهو أشر وأمر نقص ثقافة. وأنت تستطيع حينما ترصد المجتمع المصري أن تجد التعصب نادر بين من لديهم العقل والعلم والثقافة، وأن التعصب موجود حين ينضب في بعض البيئات والأماكن والثقافة والعقل. والمشكلة دي مشكلة مجتمعية كبيرة جدا. دعنا نقر بأننا كمجتمع حكومة ومحكومين قد قصرنا على مدار عشرات السنين في أن نعطي التعليم حقه، مع أن طه حسين ابن الأزهر أساسا من قبل 52 وهو يقول التعليم كالماء والهواء، ولكننا قد اهتممنا بالتوسع الأفقي دون أن نلتفت إلى أهمية التعمق الرأسي. وبقى التعليم أصبح شكل ما هوش مضمون، وأنه تزامن وتوازى مع هذا غياب الثقافة. ودليلي على هذا فضل أن مصر التي كان فيها طه حسين وأحمد لطفي السيد وعباس العقاد وتوفيق الحكيم ويحيى حائي ويوسف إدريس ونجيب محفوظ هيديلك وليوس عوض هيديلك أسماء كتيرة جدا جدا، دلوقتي ورقة الشجرة اللي بتقع نادرا ما بيطلع محلها. نحن أيضا نعاني من أزمة ثقافة. هذا أدى إلى أنه إفرازات عصر 40 سنة أنا هو الحقيقة هو مكتب 40 سنة يعني هو مكتب قلت ماشي، ما احنا ما اختلفناش مولانا، خلاص. أدي حتة مهمة جدا. اتفضل. نمرة 2 إن احنا برضو الإدارة المصرية، وهتكلم على الإدارة المصرية بعامة، لم تكن موفقة في معالجة المشاكل التي كان يجب أن تعالج قبل أن تطفح. صحيح. ليه بقى؟ لأنه هناك من المشاكل ما يحسن أن تعالج في الغرف المغلقة ولا تعالج على المستوى العام، لأنه على المستوى العام هناك من يدرك ويفهم، وهناك من يتضمن ويأخذ الأمور على غير محملها. وعشان كده أنا فكرة بيت العائلة دي أنا من سنة 2005 كتبت في الأهرام مرة في 2 في 3 إن إحنا واجب أن نتفق على عمل آلية ترعى الوحدة الوطنية، وقلت إن إحنا ماشيين على منطق رد الفعل، بنستنى لما تحدث حالة تؤدي إلى احتقانات
نحاول بالمشاعر والعواطف، وده شيء جميل أن نحتوي الحدث، ولكننا لا نتعمق جذوره، لا نتعمق جذوره، وبالتالي لا نعالج الأسباب. إحنا بن إيه؟ بنكفي على الخبر مجور وبنحاول نخلص من الأزمة. هذا التعامل موقف رد الفعل للتعامل مع الأزمات التي تحدث دون أن نعطي أنفسنا الفرصة في أن ندرس الأسباب الحقيقية. خلانا أسباب الاحتقانات مستمرة وبتتصاعد وتعلو دون أن تواجه علاجا، والكلام ده طفح من قبل الثورة. يعني أنت عندك الحادثة بتاعت نجع حمادي، عندك الحادثة بتاعت فرشوط. طب ما هو ممكن المغتصب ده يكون مسلم، يعني ممكن الصورة تبقى عكسية، صحيح. ولكن لأن العقول تحجرت والتعصب أصبح الرؤية ضريرة، إنجاز أن توصف الرؤية بأنها ضريرة للجهل وغياب الثقافة وغياب الفهم وغياب الإيه التعايش. خلاص أنت عندك برضو فيه يعني علي أن أنا أقول برضو أنه الإخوة الأقباط لديهم بعض المطالب المشروعة. الإدارة المصرية لم تعطيها حقها من العناية، ولك أن تعرف أنه في بعض الأقسام في كليات الطب، ومش هسمي يعني كلية بعينها، تجد القسم كله مسيحيين أو القسم كله مسلمين، وده معناه أنه العصبية دي دخلت حتى في لدى العلماء. ودي مسألة بتقول أنه في مشكلة. وبرضو فيه برضو أنا أرجو أن يسامحني الإخوة الأقباط، في مشكلة طالعة برضو أنه في خلط بين دور الكنيسة كسلطة روحية، إنجاز التعبير سلطة روحية، وبين الإيه السياسة. الخطوط السياسية وده أدى إلى حساسيات نشأت وزادت عند الناس اللي إيه اللي نظرهم يعني خلاص. والحاجات دي كلها هو مواطن له حقوق المواطن لا تجد الحل الإيه المناسب. الحل المناسب أنا يعني سعيد جدا جدا بإنه اتعمل بيت العائلة، لأنه زي ما قلت فيه مشاكل لا تستطيع أن تناقشها علنا. ودعني يعني أعلم أنه الإعلام المصري بعامة، المقروء والمسموع والمرئي، يعني ساهم بقدر أو بآخر في إثارة، في زيادة الاحتقانات والإثارة، لأنه أصبح معني بالإعلانات، وأصبح معني بالتوزيع، وأصبح معني بالعرض، دون أن يعنى بالمصالح الوطنية العليا. فزاد هذا من جذور المشكلة. وعشان كده الحته الثانيه اللي عاوز اقولها بقى، اتفضل حضرتك، انه ثوره يناير 25 يناير، هذه الثوره كانت قيمه عليا جدا في التجرد للكل، بمعنى ان من قاموا بالثوره قاموا لصالح المجتمع، قاموا لصالح الكل. لم يكن القائمون بالثوره منحصرين في ذواتهم اطلاقا، ولا في اهداف او مآرب أو أغراض شخصية. وتمثلت الوحدة في أروع معانيها خلال الثورة. تمام. وبالتالي ما نراه الآن لا ينتمي لثورة يناير، وإنما ينتمي للأجندات الطارئة التي تدخلت وتقاطعت واعترضت خط الثورة وخدتها الانتهازية. نحن بقى نعيش الآن انتهازية تظهر في بلطجة، تظهر في طائفية، تظهر في فئوية، تظهر في مظاهر عديدة جدا، استغلال لمناخ وجو الثورة على غير غايات وأهداف الثورة. وللأسف كل هذه الممارسات ممارسات جانحة هي التي أدت بنا إلى ما نعمل. فضلت شيخ أحمد حماية، يعني في دقيقتين ماذا تقول عن الفتنة الطائفية وكيف يمكن احتوائها؟ وهذا الغلو والتطرف هل هو من الإسلام إذا كانت بعض الجماعات تتخذه، وبالتالي يكون هناك فعل ورد فعل كما ذكر سرجي؟ هو أعتقد أن ممكن جدا احتواء المشكلة دي إذا عالجنا أسبابها، لأن اللي بيحصل دي بتاع الحوادث اللي بتحصل دي مجرد مظاهر لمشاكل موجودة. فدايما إحنا بنجري ورا المظاهر دي ونعالجها واحدة ورا واحدة، بس بنفاجئ إنها بتنفجر تاني. فلازم نعالج أصل المشكلة، وده ممكن جدا لأن الشعب ده طيب، الشعب ده عنده استعداد حضاري طويل للتعايش. طبعا عاشوا وسيعيشوا وهو يعيشوا. شكرا لفضيلتك، وكلمة حق مع فضيلة المفتي، الرسالة التي تريد أن ترسلها أيضا في ختام هذه الحلقة للحفاظ على التعايش. رسالتي إلى كل المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أقباط أو أي من الطوائف الأخرى، أن الإسلام يجعل الأمن قبل الإيمان، كما رأينا في حديث
خباب الذي ذكرناه توا. نعم. لأني لو فقدت الأمن فكيف أصلي وكيف أعيش وكيف أفعل هذا؟ كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة أو لا يؤمنون بها، أن الأمن قبل الإيمان. فليكن هذا، ليكن هذا شعارنا، الأمن قبل الإيمان، لأن الإسلام يدعونا إلى ذلك. وهذه دعوة من أسرة البرنامج. بشكر فضيلتك أستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذا الطرح ووجود فضيلتك الدائم معنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. أشكر أيضا سعادة المستشار رجاء عطية القانوني القدير وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أحمد حماية إمام وخطيب مسجد السلطان حسن. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. إذن كانت هذه محاولة منا في كلمة حق مشاهدينا الكرام لأن نطرق أو نقرع جرس الإنذار عن المخاطر التي تهدد وحدة ونسيج هذا الوطن بهذه الفتن المصطنعة التي تحتاج إلى تضافر كل جهود أبنائه لمواجهة هذه الأخطار المحدقة به. ولن ينهض الوطن إلا بوحدة أبنائه مسلمين ومسيحيين، وكنا نتحدث عن التعايش في الإسلام. نشكركم مرة ثانية على حسن المتابعة، ونراكم دائما على خير. في أمان الله.